معي من اسطنبول الدكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور يحيى. إذا تصعيد قبل المفاوضات دائما ما يحدث هذا، هل من جديد ممكن أن نشهده هذه المرة كنتيجة هذا التصعيد بالتعامل معه؟ مساء الخير. قد نشهد عمليا تخفيف من أجل الإغراء بالمشاركة بالنسبة للفصائل، ولكن تعود أي جهة في المعارضة السورية في الفصائل على روسيا تعطي وعودا ولا تلتزم بها. تعرفون تماما أن أستانا كانت كمحطة من أجل إنجاز هدفين، الأول له ضائق إنساني يتعلق بالمعتقلين وإيصال لغاتي، والآخر عسكري يتعلق بوقف إطلاق النار أو تفيد وقف إطلاق النار. لكن أيا من هذين الشرطين أو البعدين لم يتحقق منه شيء. ذهب الروس عمليا بإعطاء الوعود ولا يلتزموا بها. آخر منجزاتهم فكرة المناطق المنخفضة، مناطق منخفضة التوتر وفيها قوات رجع من دول معينة، لكن هذا الأمر حتى الآن لم ينجح، وربما لن ينجح لسبب أساسي أنه يأخذونه الروس، يأخذون هذا المبدأ أداة مستفيدة لهم لتثبيت وتكريم النظام وتقويته، ولا يأخذون بعين الاعتبار المصالح الأساسية للشعب السوري، ولا أحد يجبرهم على ذلك لأنهم بحكم أنهم قوة احتلال. لكن ما هكذا تساق الأمور، هناك مجتمع دولي وهناك من يراقب الروس ويتهمهم بأنهم فشلوا في معالجة الملف السوري. هنا تراهم يتعثرون من جولة إلى أخرى، يضغطون على الناس ويقتلونهم بحكم انهم اخذوا سوريا رهينه ويمكن ان يحلون ملفاتهم العالقه. طيب، هل ممكن ان يتملص النظام من جديد؟ امس بتقرير امس الذي استلمه نظام الاسد من منظمه حظر الاسلحه الكيماويه، وقال انه غاز السارين استخدم بنيسان ابريل، طبعا رفضته دمشق، رفضت هذا التقرير. اليوم ما يحدث بالغوطة الشرقية باستخدام غاز الكلور أيضا، طبعا يعني من الأكيد بات اليوم بأنه سيرفض. تعود النظام يرتكب الجريمة تلو الجريمة ويتملص منها، والدعم الروسي جاهز والفيديو الروسي جاهز، لكن في وقتنا الأوقات تحديدا في نيسان عندما حدث ذلك الحادث في رباط النسيان في قصر الكيماوي، انا اعلن صوتي لانه في قريب شديد علي. ما حدث عمليا هو ان الولايات المتحده تصرفت مباشره بخرج النسيان على ما حدث، ثم قامت بتعهدات من نوع ما بانه اذا عود استخدام كيماوي ستعود الى العقوبه. لا ندري أي مستجدات ممكنة، وسمعنا السيادات من فرنسا لأن الاستخدام الكيماوي مرة أخرى مسألة خط أحمر، ونعرف تماما أن ذلك الخط الأحمر تم تجاوزه، وكأن بالنسبة للسوريين أن يقتلوا بأي سلاح إلا بالكيماوي. الآن يصبح أنهم أيضا يقتلون بالكيماوي مرة أخرى. لا ندري إذا كانت تلك الإرادة قد فعلت الى درجه معينه من اجل توقف اجراء الحرب. سننتظر ونعلم، نكون معكم دائما لنعرف اي جديد. انا اشكرك من اسطنبول دكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئه العليا للمفاوضات.